Non, 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 سامح لي ما خرج لنا حتى مسؤول ما خرج حتى مسؤول عائل الحكاهر عاشت المسؤولين يعطينا إيش فما وشنية فما وشنية صار في القضية هي تقصد مسؤولين عطينا أي مسؤول من الحكومة كلهم كلهم سي عامر العرايب يظهرني موجود لهنا برك الله عليه يظهرني موجود ينجم يخرج يحكي معانا أنا سهل يظهرني موجود هو عامر العرايب راه مش عليه خوه عامر لكن القضاء هو اللي ينظر في الحاجات هذيا معناتها القضاء ينجم يعمل قضيه استعجاليه في صفيصة ينظر ويعطي العباد فلوس غيرها اما كان بشويه يعيش بالمنايه كمون ينزلها منها يا ولد تحيد علينا الدوله والبنك المركزي وكل تحايلوا علينا كيفاش تحايلوا علينا؟ تحايلوا علينا شدوا له فلوس وهو خلوه باش يصير فينا هذا كله انتم شنو مطالبكم؟ مطالبنا ترجعوا فلوسنا طيب عادل عادل احنا فلوسنا بي هو عزكم فلوسكم يعني ولا القدام احنا صبينا فلوسنا عنده ربح باش الناس كلها زويوله تتمتع بي الوقت الاحتجاجي عاشت الناس خذت من عنده وتمتعت وعاشت والناس كلها عندها طموحات على خاطر ميزرنا بدنا بالشر فهمتني حاطين بلاصتنا عند عادل وقاعد الناس كل تاخذ فلوسها والناس كلها تسمع خرج لنا عادل باش ناخذ فلوسنا بي انتم الوقفه الاحتجاجيه اللي عملتوها المره اللي فاتت قدام البنك المركزي هذيك طلبوا فيها باش يشدوا عادل خاطر هرب منكم ليه 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 هما مجمدين له فلوسه الحكومه الدوله مجمدت له فلوسه سايب عادل وتعطيه فلوسه باش يخلص العباد. بيبي شنو عادل شكون قال اللي هو هرب اصلا عادل؟ ما هربش عادل. لا علاش ونصف عادل يلعب في الراميه في السكاي في الكباري. ما ساعتين مع اولاد حومته اقسم بالله شكون قال اللي هو هرب؟ جميع انت عندك دليل على هذا عندك ما عنديش حتى دليل انا. ما هربش ما هربش عادل. 11 ونص معنا في الراميه كيفاش خرج؟ انتم من الكباريه تبعين؟ الكباريه 11 ونص معنا في الراميه كيفاش خرج؟ انتم الكباريه حرقتوا له داره. دونك معناتها انا مش موجود هي الصحافه هي اللي قالت لي هو هرب الصحافه هي اللي قالت له هرب هو ما هربش دوري شكيل دوري شكيل اذا يخرج ويهرب شنو تكون رده فعل ما يهربش اختي اختي ما يهربش على خاطر اول حاجه عنده اولاد عنده هو ولد الكباريه فهمني ما نجمش يهرب وما يعمل حاجه ما يهربش استنى 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 باش تحكي لي باش تقول لي علاش انت صبيت فلوس من جوع ومن عطش ومن فقر وخايتي صبيت فلوس لو كان انا الدوله التونسيه موفرت لي وعملت لي عمل قاد راني اموري واضحه ما نلعبش عن لكن من جوع اوبليجي العباد باش تصب عندي انت العباد البرا تقولي تستمر العباد البرا ترى الكباريه ترى الكباريه ريتو القروض سمعني قلت القروض ما يمشي على روحي انتم متابعين حمايه الثوره بالكباريه انتم متابعين حمايه الثوره احكي اختي نحن بطاله متراسمين وطالبين بالزياده من اللي خلى تحكي لي على حتى حزب في تونس كلها تلوج المصالح يعني نحن حاجتنا مصلحتنا مصلحه الزويوله ما عندناش باش ناكلوا اعطونا فلوسنا وفينا نرجع احنا علاش جايين معنا فلوس جاي راهو ما ليش جاي برا حسين تريفينا مش لايك بس بعد قول لي حسين يا حيا الناس 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 يا
اسمع الماية دايما فلوسكم الكوم اللي بيع دار واللي بيع كرامته واللي ما خبرت الماية من فلوسكم لا لا مسدكم فيكم بالماية لا لا الماية مسدكم فيكم بالماية لا الستر مليارات لا الماية لا خمسة مليار يا نادي سابين فيها فلوس انا قلت لك ولينا كم مشكون 7 مليار من نجس تاع